بين سنوات كان جميل. بس آيس كريم كان المشهد اللي هي بتعيط فيه وهي مامتها بتغني في والناس ما تعرفش الكواليس ان الاستاذ خيري لاني بدمع في الاول، ان انا يعني بدريه اللي بتدمع كده في الاول، فاول قبل ما يجي نعمل 5 4 3 2 1، فكان بابايا كان مضى العقد بتاع 91 ده اللي هو العقد بتاع آيس كريم وما حضرش الفيلم، فراح الاستاذ خيري قال بابا مات ومش راجع تاني 5 4 3 2 1. مش عايزه اقول لك العياط ده طالع بقى بسبب الموقف ده. لا ما بعيطش. فالمهم عشان بابايا ما كانش يحب العياط خالص، يحبش النكد كمان الله يرحمه، هو ثانويته قربت بقى كام يوم كده. المهم يعني فزمان كنت ده اللي بستحضره، لكن لما كبرت بقى بقيت ابقى جوه المود بتاع الحكايه.